حقائق غريبة. في عام 1894 كان في الولايات المتحدة الأمريكية 4 سيارات فقط. عندما يولد الإنسان يكون في جسمه 300 عظمة، إلا أن ذلك العدد يتراجع إلى 206 عظمات فقط عند الوصول إلى سن البلوغ. تحتوي معدة الإنسان على نحو 35 مليون غدة هضمية. أطول كلمة إنجليزية يمكن أن تكتب دون تكرار حرف واحد مرتين هي Uncubilitables، وهي تتألف من 16 حرفا. النساء يتكلمن لغة تختلف عن الرجال في جزيرة دومينيكا. حقائق غريبة.